السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة هنشرح أول مادة في مواد الفرقة الأولى للترم الثاني، وهي مادة الإحصاء. هنشرح أول مادة بإذن الله، وهي مادة إيه؟ مادة الإحصاء. وهنشرح بإذن الله، هنبدأ بأول فصل، وهو فصل مقاييس النزعة المركزية. مقاييس إيه؟ مقاييس النزعة المركزية. الفصل الأول يا جماعة متكون من 3 دروس. متكون من إيه؟ من 3 دروس. متكون الدرس الأول الوسط الحسابي، والدرس الثاني الوسيط، والدرس الثالث المنوال. هنبدأ أول حاجة نسمي بسم الله. الرحمن الرحيم. كده نحن سميناه بسم الله، ونبدأ نكتب عنوان الفصل الأول. عنوان إيه؟ الفصل الأول. الفصل الأول يا جماعة اسمه مقاييس النزعة المركزية. ده يا جماعة الفصل الأول اسمه مقاييس النزعة المركزية، متكون من 3 دروس. زي ما قلنا يا جماعة، متكون من كم درس؟ متكون من 3 دروس. معنا أول درس اللي هو الوسط الحسابي، الدرس الأول هو الوسط الحسابي، والدرس ده هو اللي هنشرحه النهارده. معنا الدرس الثاني، والدرس الثاني والدرس يا جماعة الوسيط. اسم الدرس اسمه الوسيط. ومعنا الدرس الثالث اللي هو درس المنوال. الدرس الثالث وهو المنوال. بالنسبة لمادة الإحصاء يا جماعة، مادة سهلة وبسيطة جدا. مادة الإحصاء للفرقة الأولى الترم الثاني مادة سهلة وبسيطة، بس أهم حاجة إنك أنت تذاكر من البداية. أهم حاجة تذاكر إيه؟ من البداية. بإذن الله هنبدأ بدرس يا جماعة، درس الوسط الحسابي. هنمسح الكلام ده ونكتب عنوان الدرس الأول اللي هو الوسط الحسابي. بالنسبة للدرس يا جماعة الوسط الحسابي، في نوعين منه، في الوسط الحسابي للبيانات المنبوبة، وفي الوسط الحسابي للبيانات غير المنبوبة. يبقى معانا أول حاجة الوسط الحسابي للبيانات المنبوبة. اثنين، الوسط الحسابي للبيانات غير المنبوبة. طب انت مطلوب منك انك انت تعرف ايه يعني ايه منبوبة؟ مش مطلوب منك تعرف يعني ايه منبوبة، المطلوب منك انك انت تفهم طريقة الحل للوسط الحسابي. تمام؟ بالنسبة لوسط الحسابي البيانات المنبوبة ليها حل، والوسط الحساب البيانات غير المنبوبة برضو ليها حل مختلف. تعال نتعرف على طريقة الحل أو قوانين الوسط الحساب البيانات المنبوبة. يا ريت يا جماعة مبدئيا كده الكل يكون بيكتب ورايا، أي حاجة بكتبها تكون أنت بتكتب ورايا. بالنسبة للوسط الحساب البيانات المنبوبة ليها خطوات حل، يبقى ليها إيه؟ خطوات الحل. ليها خطوات الحل. بالنسبة للخطوات الحل بالنسبة للوسط الحساب البيانات المنبوبة، أول حاجة ليها تكوين الجدول. أول حاجة تكوين الجدول. وبالنسبة لتكوين الجدول إحنا هنتعرف عليه لما ناخد مثال، يعني أنت هتحفظه من طريقة المثال أو من طريقة الحل. تمام؟ تاني خطوة وهي إيجاد سين. إيجاد إيه؟ إيجاد المجهول سين. طب سين بتساوي إيه بالظبط؟ بتساوي رقمان من ف، تمام؟ متتالية يعني ورا بعض.
علشان اجيب رقم من سين. تمام، طب اقسمها على كام؟ اقسمها على 2. القانون ده ثابت يا جماعة. يبقى انا علشان اجيب سين او رقم من سين هاخد رقمان من ف متتالية، يعني رقمين فوق بعض، اجمعهم ثم اقسمهم على 2. تمام، ده بالنسبة ايه لو عايز اجيب سين. طبعا انت مش هتحتاج القوانين دي خالص، القوانين دي هتعرفك انك انت هتحل ازاي، علشان احنا بنقول يا جماعة خطوات الحل وليس قوانين الحل. لما تيجي تحل هتحل بطريقة الحل على طول، انا بكتب القانون علشان انت تفهم انك انت سين هتجيبها ازاي. ده بالنسبة التاني خطوة من خطوات الحل. طيب تالت خطوة واللي هي الوسط الحسابي نفسه. الوسط ايه؟ الحسابي نفسه. طب الوسط الحسابي نفسه هجيبه ازاي؟ بيقول لك مجموع سين كاف، مجموع سين كاف على مجموع كاف على مجموع ايه؟ كاف. اظن انه هي الخطوات الحل سهلة جدا، هي عبارة عن جدول وبعد كده ايجاد سين وبعد كده الوسط الحسابي. الدرس سهل وبسيط جدا، هناخد مثال وهعرفكم ازاي هتحلوه مع بعض، هتحلوه ازاي. تمام، ناخد مثال. المثال يا جماعة بيقول ايه؟ مثال اوجد الوسط الحسابي وهيدي لك ايه، مش هيحدد لك طبعا منبوبة ولا غير منبوبة، ولكن لو اعطاه لك جدول زي كده متكون من ف وكاف، متكون من ايه؟ من ف وكاف، وبعد كده 1 3 5 7 9 إلى 11، 9 إلى 11، وبعد كده مجموع كاف، كاف كام وكام؟ 32 و8 و6 و4، المجموع بتاعهم 50، مجموع كاف كام؟ 50. تعالوا نشوف نحل ازاي، تعالوا نشوف ايه هنحل ازاي. هنقول الحل، قلنا في خطوات الحل يا جماعة، قلنا خطوات الحل أول حاجة هي تكوين الجدول، يبقى نحن هنكون جدول، هنعمل جدول، جدول سهل وبسيط. تمام، في مشكلة الجدول ده يا جماعة؟ ما فيهوش أي مشكلة. طب متكون من إيه الجدول؟ متكون من ف وكاف وسين وسين كاف. تمام تمام، ما فيش اي مشكلة. ننزل عمود ف لوحده اللي هو 2 1 و3 و5 و7 و9 إلى 11 زي ما هما، في اختلاف يا جماعة؟ ما فيش اي اختلاف خالص. طب ننزل كاف، ننزل كاف اللي هو 2 30 8 6 4. تعال نجيب سين، قلنا سين يا جماعة علشان نجيبها نقول ايه؟ رقمان من ف متتالية على 2، يعني انا علشان اجيب سين واحد مثلا، يعني انت مش مطلوب منك تعمل قوانين زي كده ولا تحل، بس انا عايز اعرفك تجيبها ازاي. انا عايز اجيب سين واحد اللي هو اول رقم في سين، رقمان من ف متتالية اللي هو 1 و3 يساوي كام؟ 4 على 2، 4 على 2 فيها الاثنين، يبقى اول رقم سين فيها 2. تمام، اول رقم يا جماعة هو اول رقم ف ثم اللي بعده. طب انا دلوقتي عايز اجيب سين 2، سين 2 بتساوي، يبقى سين 2 اللي هي تاني رقم ف، تاني رقم ثم اللي بعده اللي هو 3 زائد 5، يبقى كام؟ 8 على 2 فيها الاربعة، يبقى سين بتساوي 4. طب عايز نجيب سين 3 بتساوي سين 3 اللي هي فيه 3، فيه 3 ثم اللي بعدها اللي هي 5 و7 12 على 2 بيساوي 6، يبقى 6. ناخد من غير قانون، ناخد من غير قانون، عايزين نجيب سين اللي بعديها، سين اللي بعديها اللي هي الاقصاد الاقصاد السبعة، 7 و9
16، 16 على 2 فيها 8. بعد كده آخر رقم اللي هي 9 إلى 11، 9 و11 20 على 2 فيها 10. كده جبنا يا جماعة، جبنا سين. عايزين نجيب سين كاف سهلة جدا خالص. سين كاف معناها سين في كاف. 2 في 2 ب4، 4 في 30 بتساوي 120. لو بالآلة حاسبة يا جماعة تلاقوها سهلة خالص وسهلة جدا وما فيش أي صعوبة. نكمل بالآلة حاسبة علشان الأرقام بدأت تكبر. بعد كده معانا 8 في 6، 8 في 6 هتساوي 48. هتساوي كام؟ 48. بعد كده 6 في 8 هي 48 برضو. بعد كده 4 في 10 ب40. تعال نجمع كاف ونجمع سين كاف عشان دول اللي انت هتحتاجهم في القانون التالت اللي هو الوسط الحساب، اللي هو مجموع سين كاف على مجموع كاف. طبعا مجموع كاف هو مدوني في السؤال 50، يعني مش محتاج انك انت تجمع، تمام. اما تعالوا نشوفوا سين كاف. معنا 4 زائد 120 زائد 48 زائد 48 زائد 40 هتساوي 260. هتساوي كام؟ 260. هتساوي 260. تعال نطبق في القانون اللي هو طالب مني اصلا الوسط الحسابي. يبقى الوسط الحسابي بتساوي، الوسط الحسابي بتساوي يا جماعه مجموع س ك على مجموع ك. مجموع س ك بكام؟ 260 على مجموع ك اللي هو كام؟ 50. بالآلة حاسبة يا جماعة على طول 260 على 50 هتساوي 5.2 من 10. 5.2 من 10. في مشكلة يا جماعة بالنسبة لوسط الحساب البيانات المنبوبة، فيها مشكلة؟ مفيش أي مشكلة. عرفنا إن هو مش هيذكر لي في السؤال منبوبة ولا غير منبوبة، غير هيقول لي أوجد الوسط الحسابي وهيديني جدول. طب بالنسبة للبيانات الغير منبوبة مش هيدي لك جدول، هيدي لك أرقام على طول. تعال نمسح المثال ده. يا ريت يا جماعة الكل كتب المثال والكل كتب الحل، ويا ريت تفهموا طريقة الحل، مش تفهموا أو مش تحفظوا القوانين. خلاص؟ مش عايزكم يا جماعة تحفظوا أي قوانين. كل اللي عايزه منكم إنك أنت تفهم طريقة الحل، بتحل إزاي. أنت لو حفظت خطوات الحل اللي هم 3 خطوات سهلين جدا جدا جدا، لو فهمتم انت خلاص الدرس حطيته في دماغك ومش هتنساه طول حياتك، وراجع عليه مرة واثنين وثلاثة، وكل يوم راجع عليه عادة، هو سهل اصلا. تمام كده نحن خلصنا يا جماعة الوسط الحسابي للبيانات المنبوبة. تعالوا نروح للبيانات غير المنبوبة. طبعا البيانات غير المنبوبة يا جماعة سهل جدا جدا جدا، هو عبارة عن قانون واحد. تمام هنسيب حكاية السؤال ده ووجد الوسط الحسابي. يا ريت يا جماعة زي ما قلنا تاني نعيد ونزيد، انت لازم تكتب ورايا، تكتب المثال وتكتب خطوات الحل علشان تعرف انك انت دي جات ازاي ودي ما جاتش ازاي. تمام بالنسبة لخطوات الحل، هنا في قوانين الحل. نسيب الكلام ده، نمسح المنبوب ونكتب غير المنبوب. ورقم 2، تمام رقم 2 الوسط الحساب البيانات غير المنبوبة. تمام وبعد كده بدل خطوات الحل هتبقى قوانين. قوانين هي اصلا قانون واحد، هنكتب القوانين. تمام وبعد كده هو قانون واحد اللي هو الوسط الحسابي بيساوي، الوسط الحسابي بيساوي يا جماعة مجموع القيم، مجموع القيم على عددهم. على ايه؟ عددهم. برضو سهل جدا، الوسط الحساب بس بيساوي مجموع القيم على عددهم. طب ازاي مجموع القيم؟ او السؤال هيجي لي شكله ازاي؟ السؤال يا جماعة هيبقى سهل جدا. يعني مثال، مثال تمام بيقول اوجد الوسط الحسابي للبيانات التالية، او اهو للبيانات عشان ابقى ما مقصرش معكم خالص، التالية
تمام؟ وهيدي لك بيانات او هيدي لك ارقام، اللي هي ارقام عبارة عن ايه؟ 14 و 12 و 17 و 22 و 10، تمام؟ عايز ممكن هو يجيبهم لك بين قوسين عادي، وممكن يجيبهم لك من غير اقواس، تمام؟ بالنسبة للحل، بالنسبة يا جماعة للحل، قلنا القانون الواحد اللي هو ايه بيقول ايه؟ الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عدده. يبقى الوسط الحسابي، اذا الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عدده، يعني معنى ذلك ان انا هجمع الارقام دي على عددهم، كم رقم هم؟ 1 2 3 4 5، يبقى على 5. ونجمع الارقام ده، نجمع 14 و 12 26 و 17 يبقوا 43، 43 و 22 يبقوا 65، و 10 75. 75 على 5 فيها الكام؟ على 5 فيها الواحد، على 5 فيها ال 15 يبقى بتساوي 15. نتأكد بالآلة الحاسبة علشان ما حدش يقول لي الأرقام غلط. 75 على 75 على ال 5 بيساوي 15. يبقى اذا الوسط الحسابي بيساوي يا جماعه بيساوي 15. كده الدرس كله خلص. يا ريت يا جماعه، هي الماده سهله وبسيطه بس عايزه مذاكره على طول علشان ما تنساش اي حاجه. لو كانوا مادتين سهلين هتلاقي 3 صعب، لو كانوا 3 سهلين هتلاقي 3 برضه زيهم اصعب، فانت لازم تعود دي في دي. يعني انت تذاكر السهل وتخلصه خالص في فتره قليله جدا، وبعد كده تخلص الصعب على طول وراه، ما تسيبش الصعب خالص، ولكن برضو ما تسيبش السهل. يعني السهل ده دايما ذاكر ماده صعبه وماده سهله علشان تقدر تخلص المنهج على طول. يا ريت يا جماعه الكل يكون استفاد. ودي كانت حلقه النهارده، اول درس اللي هو الوسط الحسابي، وان شاء الله الحلقه الجايه انتظرونا في الحلقه الجايه اللي هو درس الوسيط. برضو درس الوسيط عايز شوية تركيز شوية، وهتلاقي هتلاقي الأمور كلها بإذن الله سهلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.